السلام عليكم، كيف الحال خوتي؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعاود لكم واحد القصه وقعت ليا هاد العشيه هادي. بينما انا جالس كنحتسي الشاي كالعاده في المساء، اذا بالهاتف ديالي كيرن. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا؟ واذا بواحد السيده كتكلمني في الهاتف. كشكون؟ قالت لي احنا مركز ديال استطلاع الاراء موجود في تونس، كنديروا استطلاع عشوائي للاحوال المعيشيه في قطر. قلت لها مرحبا اختي، شكرا، مرحبا. هذيك دابا علاش كتضحك؟ قلت لها تونس الخضراء هي عجبه الحال، بدينا كنديو نجيبو في الهضره. بدات كطرح عليا في الاسئله. السؤال الاول كان وهو شحال في عمري او شحال عندي من سنه، جاوبتها. السؤال الثاني كان واش عندي خط ديال الهاتف في الغرفة ديالي، جاوبتها كذلك. السؤال الثالث كان شحال احنا ديال الافراد موجودين في البيت، جاوبتها كذلك. لاحظتوا شوية بلي الاسئلة كتدخل في الخصوصية. انا بدا كي تصورني الشكوك. المهم شكيت، قلت لها اختي انا راه ميمكنش ليا نكمل معاك هاد استطلاع الرأي. علاش؟ لان الاسئله اللي كطرحي اسئله شخصيه ما عندهاش علاقه بالموضوع اللي تكلمتي عليه في الاول. قالت لي لا لا، اش مالك متشائم هذه كذا يعني. المهم انا طمأناتني، بدات كتهضر كذا بدات طمأناتني. قاعدة في الاسئله شويه وهي تقول لي الهاتف ديالك واش فيه شريحتين ولا شريحه واحده. مازال داخله معايا في الخصوصيه. جاوبتها، قلت لها عندي جوج ديال الشريحات في الهاتف. قالت لي واش شغالي مجوج؟ مشكله هادي، ما بغاش تفرق عليا، بغات تسولها في الخصوصيه ديالي. قلت لها ايه شغالي مجوج، جوج شريحات ديال الهاتف، لان اي واحد عنده هاتف غادي يكون فيه جوج شريحات شغالين. السؤال اللي زاد اثار الشكوك ديالي وجعلني انني نتاكد مزيان باللي ان هاد السيده هادي باغا تخترق الخصوصيه ديالي، وهو قالت لي واش ذكر لي الشركات اللي مركب الشريحات ديالهم. فتما اضطريت انني ننهي معاه المكالمه ونقول له اختي اسمحي لي، لان هذه المعلومات هذه اللي كنزودك بها الا كملت معك فغادي تصدقي اخترقتي الخصوصيه ديالي، ويمكن هذه المعلومات هذه تستخدم في اختراقات في الاختراق ديالي. فهاد المساله هذه كتستخدم فين؟ كتستخدم في الهاكر كيستخدموا هذه السياسه هذه، وكتسمى الاختراق باستعمال الهندسه الاجتماعيه. كيفاش؟ كيحاولوا يجمعوا عليك العديد من المعلومات. انا متاكد مليون في المئه كون انني كملت من هذه السيده هذه في الاجابه على الاسئله ديالها، فكانت غادي تخترقني، كانت غادي شكون قال يمكن انها تستخدم هذه المعلومات الاجابات اللي عطيتها انا تقدر تستخدمهم ضدي وتخترق. مثلا اقل شيء تخترق حسابي على الفيسبوك، تخترق حسابي على يوتيوب، تخترق حسابي على مجموعه من الاشياء. فنصيحتي لكم، فانا كيفاش تعرفت على هذه القضيه هذه؟ فاولا غادي نشكر بزاف واحد الاخ اللي هو ماتريكس 219. هذا الشخص ابو يوسف المصري، شكرا بزاف اخي ابو يوسف، لولاك انت لكنت انا ضحيه اليوم لهاد الاختراق هذا، ولا اصبحت عرضه. رغم انني في الاول شكيت، ولكن ملي تاكدت مزيان اضطريت انني ننهي المكالمه. وملي واجهت هذه الاخت هذه بالحقيقه ديالها وقلت لها انتوما باغيين تخترقوا، انت باغا تخترقيني باستخدام الهندسه الاجتماعيه، فمباشره كتقوم هي باغلاق السماعه ديال الهاتف وكتقطع الاتصال. وهكذا تاكدت بانها كانت باغا تخترقني وكانت باغا تقوم بجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات حولي، بما انها كتعلم الرقم الهاتفي ديالي اللي كتكلم معايا منه، فبغات هي تزيد تجمع مجموعه من المعلومات. ف ندائي لكم خوتي، فإلا اتصل بكم شي مركز كيف ما بغى يكون، او قال لكم كنديروا شي استبيان ديال او استطلاع ديال الاراء، فنصيحتي لكم فما تجاوبوش على الاسئله اللي كتطرح عليكم،
فالمعلومات اللي كتسلموهم لهذه الجهات الغير مجهوله، او وخا يكونوا هما لابقين معكم في الكلام، وخا يحاولوا يقنعوكم بشتى الطرق، فكون حذرا، فكون حذرا. ومره اخرى تنشكر بزاف ابو يوسف المصري اللي هو اللي نقدني من هذا من هذا من هذا من هذا الاختراق. علاش؟ لانني متابع لهذا الشخص هذا، وسبق لي قبل ممكن 3 اسابيع تفرجت في فيديو من انتاج هاد ابو يوسف المصري او قناه ماتريكس 219 على اليوتيوب. يمكن لكم تدخلوا تكتبوا ماتريكس 219 وتلقاو الاخ ابو يوسف. فشكرا مره اخرى ابو يوسف، شكرا ماتريكس 219، وندائي الى كل الاخوه الموجودين في قطر المقيمين والمواطنين، فانا غادي نحط لكم هذا الرقم، هذا الرقم اللي كتشوفوا هنا هو اللي اتصل بيا، فلا اتصل بكم هذا الرقم هذا، فكونوا حذرين. ومره اخرى يمكن انهم يغيروا هذا الرقم هذا من اللي نشرته انا، فحاولوا الى قال لكم شي واحد كان نديروا استطلاع الراي ولا كنجمعوا معلومات على هذا البلد هذا، فكونوا حذرين، فكونوا حذرين، لان هاد الناس ما كتعرفوهمش، مجهولين، فكونوا حذرين. ربما انكم تكونوا عرضه للاختراق، ربما ان فلوسكم تسرق في البنك، ربما ان حساباتكم تهكر او تخترق على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا حسيتي ان هذا الفيديو هذا استفدتي منه وخديتي منه معلومه، كنطلب منك انك تشاركه مع الاصدقاء ديالك. ولا كنتي اقتنعتي بهذا الكلام اللي قلت، فمرحبا بك بين اصحاب الديب، اشترك معنا في القناه، وشكرا بزاف، والسلام عليكم. ومره اخرى شكرا ابو يوسف المصري ماتريكس 219.